مرحبا حبايبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. تأخرت عليكم شوية لكن كان عندي خلل مدى ينزل البرنامج. اليوم راح نحكي لكم عن الزجاجيات والوان الزجاج وكل المشاكل والحلول. اليوم رسمت هذه الرسمة على المراية المطلوبة من عندي وسلمتها. اليوم راح اشرح لكم شلون راح نرسم بالألوان الزجاجية. ممكن واحد يسترزق من عنده، ياخذ باب رزق يستفاد، أو يحطه للبيت، فشي جمالي كلش حلو، شغل يدوي. المشاكل والحلول ونوعيات الألوان اللي نستخدمها بالألوان الزجاجية. أكو ألوان تدخل الأفران وأكو ألوان ما تدخل الأفران. تعالوا وياي حتى أشرح لكم إياها بطريقة مفصلة. لا تبخلون علي بالسبسكرايب. نجي هنا الألوان هي ألوان عندنا من مارلي بو، شركة مارلي بو. تجي هي هاي ألوان شفافة. هاي الألوان نستخدمها للألوان على الزجاج الشفاف، يعني تنطينا، يعني ينفذ الضوء من خلال الزجاج، تكون ألوان رقيقة وشفافة، ما تمنع الضوء من المرور من خلال الزجاج. هاي بالنسبة للألوان الزجاجية مكتوب عليها glass فقط، ما ينكتب. هذه ما تدخل الأفران وبيها ألوان glitter والسيلفر الجولد، هاي الألوان. نجي الألوان، أكو نفس المارليبو ألوان مكتوبة عليها البورسيلان. شوفوا هنا هاي النوعية موجودة مكتوبة عليها البورسيلان، هاي تدخل الأفران لدرجة حرارة 135 لمدة 90 دقيقة. هاي تدخل الأفران، ممكن تكون على الشفافة، ممكن تكون على الصحون والأكواب، على أي شيء زجاجي يكون، لكن تدخل الأفران. هذه النوعية من البورسيلان، هاي ألوان الزجاجية. عندنا نفس، شوفوا هذه الشفافة، هذه إذا نخليها قدام الإضاءة تنفذ من خلالها الإضاءة. أكو نفس هاي النوعية ينكتب عليها glass إضافة إلى البورسيلان، يعني ممكن تستخدميها للشفافة، للزجاج الشفاف. بشوفوا هناك مكتوب عليه بورسيلان، ممكن شوفوا هذه بورسيلان نفس الماركة الماريبو، هذه مكتوب غلاس، هذا هنا مكتوب بورسيلان. ما يصير ندمج البورسيلان ويا الغلاس إذا ما مكتوب عليه اثنيناتهم سوية، يصير تكتل وهذا يخرب لنا الشغل. هذه بالنسبة للألوان الزجاجية. نجي نشرح حسا، شوفوا نفسه أكو بيها ألوان غليتر، يعني ألوان غليتر لماع. بالنسبة للمواد اللي نستخدمها، ممكن نستخدم السرنجات الكبيرة هذه للمساحات الكبيرة، أكو سرنجات صغيرة للمساحات الصغيرة. ممكن نستخدم هاي الشافطة تشفط اللون وانتو تخلوها مثل ما انتو تردون على المكان اللي تردون ترسموها. وإذا ما استخدمتوا السرنجات وما استخدمتوا هاي الساحبة اللي تسحب اللي تشفط اللون، ممكن تستخدمون الفرج. بالنسبة لي أنا أحب أستخدم الفرج، أرتاح بها هواية، ما أدري لأن كوني أنا رسامة. ونستخدم الأحجام الصغيرة اللي هي 2، اللي هي 0، اللي 4. نجي هنا بالنسبة للمحددات، هذه المحددات هي بيها ماركة مارليبو وبيها ماركة البيبيو الفرنسية. طبعا البيبيو الفرنسية أحسن ماركة، هذه تدخل الفرن، يعني اللي يشتغل بهذا الشيء دخل الفرن على مود لا يروح بالغسل، تنغسل بالغسالات بالجلايات خلينا نقول. هذه المارليبو شوفوها، هذه محددات أكو بيها كل الألوان، الأسود والأبيض والفضي والذهبي، بيها نوعيات، بيها غليتر. هذه من مارليبو، هذه الفضي من مارليبو، أقول بيبيو عفوا. هذه بالنسبة للمحددات. نجي أكو نوعية أخرى من الإسفنجة، هذه نستخدمها للطبطبة، يعني إذا أنت ما تستخدمين الخامات الأخرى نستخدم هذه الإسفنجة للطبطبة بهالشكل. هذه يوزع اللون على المساحة اللي أنت تردين
تلونيها. هذه بالنسبة للخامات. نجي تنظيف الفرج أو تنظيف المكان، إذا صار عندك أخطاء شلون تنظفه بعد ما أني بس ممكن نستخدم الثنر أو التربنتين. هذه ممكن تستخدمون بها منظف الإذان للأماكن الضيقة. نجي هنا أنا عندي المراية، هنا المراية الأطراف مالتها باللون الذهبي الإطار. أنا راح أستخدم المحدد الذهبي اللي به جليتر، وممكن أستخدم وياها السيلفر. راح نجي وهنا حضرت الألوان، اللي عندي ممكن ندمج بما انه المراية ما تنغسل، ممكن تنمسح اعتيادي وممكن تغسليها عادي، ما تروح ما يروح الالوان، لكن ما نقدر ندخلها الفرن، يعني ما يحتاج ندخل الفرنين، احنا ما نستخدمه على طول بالاكل والشرب من هذه. لازم ننظف المساحة اللي انتو ترسمون عليها تنظيف جيد، منظف الزجاج او منظف المراية او تغسلون الحاجة بالهذي. وراح ابلش بالتحديد، راح احدد المراية. طبعا يحتاج ممارسة، المفروض اني كنت اشرح لكم بالبداية شلون نرسم على الزجاج. ان شاء الله اذا تشجعوني راح انزل لكم مواضيع اخرى عن الزجاجيات شلون نشتغلها، انا محتاج الدعم، اذا تدعموني راح انزل لكم مواضيع اخرى عن الزجاجيات شلون نشتغلها. هاي بالنسبة للمراية، طبعا هاي بعد الممارسة، انتي شنو الشكل اللي تردين ترسميه، ترسميها على المراية، تحددين ورا ما ينشف التحديد. انا هنا كان الموضوع موضوع الشناشيل البغدادية بألوان، شوفوا هنا ممكن نستخدم السرنجة، انا ما حبي استخدم السرنجة لكن حبيت استخدمها قدامكم على مود اراويلكم. هنا اللون عندي كلش ثقيل، انا راح اخففه وامزج وياه لون اصفر، وراح ادمجه داخل المساحة. شوفوا هنا شلون راح اخلي لون حتى شوية اخفف من اللون، لان اللون كلش غامق، خليت لون وياه اصفر شوية افتحه، وراح املي المساحة كلها، مليتها طبعا شوية شوية، وبعدين راح احدد حتى اساوي المكان. هاي بالنسبة للسرنجة، انا بالنسبة لي بصراحة المساحات الصغيرة احب اشتغلها بالفرجة. هنا همين اشتغلت، شوفوا هنا الوان السيراميك اشتغلت، لكن الوان السيراميك ما ينطينا النفاذية، نفاذية الضوء او المراية يعني ما تعكس، اما الزجاجية لا تعكس، تبقى مراية بس تكون المراية ملونة. هنا اشتغلت لون التركواز ويا الازرق، مزجت حتى اطلع الظل والتكويرة مال القباب. راح املي الالوان اللي انتو تردوها، طبعا اني هنا دا املي المساحات الصغيرة وبعدين وراها ابدي بالمساحات الكبيرة. هاي اشتغلت طبعا ورا ما اللاينر نشف، راح املي المساحات كلها مثل ما دا تشوفون، طبعا النقشة والموديل والزغرفة والفكرة حسب ما انتو تردون. تشوفون دائما المساحات وين ما عندك لون احمر تستخدمين اللون الاحمر، وين ما اكو ازرق تستخدمين اللون الازرق. اجي هنا شوفوا تقدرون تدمجون بالالوان حتى تنطون تكويرة للشي. شوفوا هنا مثلا خليت اللون البرتقالي، اريد شوية اطلع الظل والضوء مالته، راح اشتغل شوية صفار حتى انطي الاضاءة، يصير تمزجون الوان. شوفوا هنا مزجت اللون البرتقالي والاصفر بالفرشة، وقبلها شغلت لكم بالسرنجة. هنا دا اطلع الظل مال المنارة، ممكن تشتغلون اي شيء يعني حالة حال بقية الالوان والخامات. دا تشوفون عندنا هنا دا اشتغل هذه العيون بهذه، خلينا نقول مال ماندل الخامة، الأدوات مال الماندلين، حتى اطلع لنا بدل ما أخلي خرز الفصوص راح أشتغل. هاي هي تنطينا الشكل، خلينا نقول مال الفصوص كأنها فص. هسه راح أقرب لكم إياها على مود تشوفوها. شوفوا شلون هسه انا اشتغلت الازرق وخليت بعدين الابيض، وراح تشوفون شلون راح يبرز كانه اني حاطه فص او كانه حاطه عين،
هاي راح اشتغل وين اكو اماكن، شوفوا هنا دا اشتغل التفاصيل، راح اشتغل زغارف لان التراثيات والشناشيل كل ما تكون بها زغارف كل ما تكون احلى. راح اركز على الزغارف مثل ما انتو اي زخرفة تردوها اي نقشة تردوها راح ترسموها وتشتغلوها هنا مثل ما اني دا اشتغلها. بعد ما اكمل الزغارف هاي النقشات، النقشات طبعا ضرورية، طبعا انا هنا تركت مساحات مراية واشتغلت فوقها النقشة حتى لا تنترس تصير لوحة، لا نريدها مراية وعليها لوحة ممكن واحد يشوف نفسه. هنا راح اكمل بقية شوفوا هنا مثل ما قلت لكم شوفوا بارزة، تصير بارزة يعني كأنه حاطة خرزة لكن هي مو خرزة. أنا استخدمت هذه تشوفون بهالطريقة كأنه أنا حاطة فص العين، هذه الخامة المادة مال الماندلين اللي يرسمون بها الماندلين تشوفون. اكو اماكن يعني على كيف يعني هي بيها احجام طبعا، احجام كبيرة وصغيرة الاحجام اللي انتو تردوها. هذه صار عندنا الشكل بهالشكل، يعني اللي يشوف يقول انه احنا حاطين فصوص لكن هي مو فصوص. يعني راح اكمل بقية الشغلات والزغارف والنقشات مثل ما تشوفون هنا اكمل. أكمل كل النقشات هاي الشكل النهائي للمراية اللي اشتغلتها. أتمنى أنه عجبتكم الطريقة والفكرة وكان الشرح مبسط وسلس وواضح، وراح أراويكم بقية الشغلات اللي مشتغلتها سابقا ممكن على المراية الأصغر اللي ممكن ينحط على الديلاب، ممكن تشتغلوها على الفناجين والأكواب والشكردانات، وهاي بالنسبة للشناشيل ممكن تشتغلون أي أشكال أنتو تردوها. تحياتي لكم، أنا محتاجة دعمكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد من عندي. تحياتي لكم، كانت وياكم ابتهال الخالدي. أي سؤال تردوها اكتبوا لي بالتعليقات راح أجاوبكم عليها. تحياتي.